افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مركز الأطراف والعلاج الطبيعي بمحافظة حضرموت بعد إعادة تأهيله وتوسعته. المركز يقدم خدماته لأربع محافظات بدرجة أساسية، ويعد المركز التخصصي الثاني على مستوى الوطن. من مركز نقل الدم وأبحاثه إلى مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي، هي تدخلات الأشقاء في الإمارات لدعم القطاع الصحي في حضرموت. ذراع الإمارات الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعيد تأهيل وتوسعة مركز الأطراف. هذا المركز الذي يقدم خدماته لآلاف المستفيدين من أربع محافظات وأكثر. اليوم تم بعون الله وحفظه افتتاح مركز الأطراف الصناعية اللي يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة أيضا. هذا الصرح تم عملية الترميم فيه وزيادة الصالات لاستيعاب أكبر عدد من المرضى والمتابعين لهذا العلاج. أيضا تم عمل صالة للشخص بعد ما يتأهل ويتم عمل الطرف الصناعي له، يعملوا له عملية التأهيل أنه يحاول يعني يتطبع بطبيعة الأرض. مركز الأطراف والعلاج الطبيعي يعالج حالات الإعاقة والأطراف المبتورة جراء الأمراض المختلفة أو الناتجة عن الحوادث أو الحروب والألغام وغيرها من الأمراض. تم دعمه من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال توفير بعض الأجهزة وتوسعة الصالات الرياضية والعيادات المتخصصة ليتمكن من استقبال أعداد كبيرة، كونه المركز التخصصي الثاني على مستوى الوطن. مركز الأطراف العلاج الطبيعي هو يقدم خدمات لكل المحافظات المجاورة وأيضا المحررة اللي تتكون من عملية الشلل الدماغي والشلل النصفي وأيضا المبتورين ما بعد الحروب. الحمد لله ما بعد التوسعة هذه هي شملت قسم الأطراف وقسم العلاج الطبيعي لتكون خدمة المريض بأكثر أريحية. وأيضا نشكر الأحمر في عمل دعم تكييف لكل مركز الأطراف. عجلة الدعم والتطوير للقطاعات الخدمية في حضرموت من قبل الأشقاء في الإمارات مستمرة، ناهيك عن الدعم الإغاثي والإنساني. لقناة المكلا محسن بن بحيث.